بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دليشس كيتشن، المطبخ اللذيذ. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم عصير بالحامض والنعناع، كيجي منعش لمائدة رمضان. خليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، هنايا غادي نحتاجوا لربعة ديال الحامضات اللي كيكونوا مغسولين، 8 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، القليل من الورقات ديال النعناع حتى هو كيكون مغسول ويكون جديد، وغادي نحتاجو ايضا لإطر ونص ديال الماء. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنا غادي ناخدو واحد البواطه ديال البلاستيك، وغادي نحكو الحامض، غادي نحكو القشره ديالو، غادي ناخدو غير الصفره، ما نحكوش البيضه باش ما يعطيناش المروره في العصير ديالنا. غادي نحك الكميه كامله اللي عندي ديال الحامض، غادي نضيفو من بعد هذوك 8 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة القشور ديال الحامض كما كتشوفوا معايا، وغادي نخلط المكونين بجوج حتى كي السكر ديالنا ياخذ لينا داك اللون الاصفر، اللون ديال الحامض. هنايا من بعد ما خلطت المكونين بزوج مزيان، غادي نخليو الخليط ديالنا على جنب وندوزو المرحلة الموالية. غادي ندوز دابا وغادي نعصر الكمية ديال الحامض اللي عندي، يا اما كتعصروه بالعصارة اليدوية ولا الكهربائية على حسب شنو موجود عندكم. غادي نعصر الكمية كاملة اللي عندي، غادي نفرغ من بعد داك العصير ديال الحامض فوق الخليط ديال السكر والقشور ديال الحامض، وغادي نخلط مزيان. ومن بعد غادي نقطع الوريقات ديال النعناع الى قطع صغيره، وتا هي كنزيدها مع الخليط. وبالتالي غادي نزيدو هذاك إطرونس ديال الماء، غادي نزيدوه على الخليط ديالنا، وغادي نخلطو الكل مزيان حتى كيتجانسو المكونات كاملين. ومن بعد غادي نسد عليه وغادي نخليه يرتاح لمدة ديال ساعتين، ونتلاقاو من بعد إن شاء الله. هنايا من بعد ما ارتاح عندي العصير، غادي ندوز دابا وغادي نصفيه في الصفايه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. وكنحاول نضغط على هذوك القشور ديال الحامض باش كنستخرج العصير المتبقي. صافي، من بعد ما كيبرد عندي العصير كنقدمه في الكؤوس،
كيكون بارد كما كتشوفوا معايا، وكتزينوه على حسب الرغبة. انا هنايا ضفت ليه لي غلاسون، وغادي نزينو ايضا بالوريقات ديال النعناع، وتقدروا تزينوه ايضا بلي ترونش ديال السيترون. انا ما كانش موجود عندي دونك ما درتوش، زينته فقط بالنعناع. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي حضرت اليوم، عصير تركي منعش بالحامض والنعناع. نتمنى العصير ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتوجدوه لمائدة رمضان. كيف العادة ما تنساوش لايك لا فيديو، البارتاج مع الأحباب والأصدقاء اللي تعم الفائدة، وما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله مع دليشس كيتشن، المطبخ اللذيذ.